نبتدي بأهم العناوين. الخطيب يلتقي فرق السلة بعد الفوز ببطولتي المرتبط رجال وسيدات. الفريق الأول يواصل الاستعداد لمواجهة الداخلية في الدوري. وليد سليمان جاهز لمواجهة الأهلي والداخلية. لاسارتي يعرض على الأهلي الاستعانة بفريق طبي عالمي. الأهلي يدرس قيد بركات وإعارة عمرو وباسم وحمودي. اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة محترفة لإدارة الحكام وإبعاد عصام عبد الفتاح. ستيرلينج صلاح لاعب استثنائي، ولست متفاجئ بمنافسة ليفربول.